في ثانوية زرو وفي ثانوية الرباط كذلك كنا نتلقى نوعا من دروس الوطنية المغربية. ومن الأشياء التي كانت تدرج فيما يقال لنا نوع من معاداة كل ما هو تقاليد أمازيغية، لأنه رسخ في أذهان الوطنيين في الرباط وفاس وسلا بالخصوص أن ما سمي بالظهير البربري كأن أمازيغا هم المسؤولين عنه، بينما هذا الظهير معروف يعني طويل الحديث بشأنه. وكنت أعتقد عن حسن نية أن التقاليد الأمازيغية وأن القانون الأمازيغي المعروف بأزرف إلى آخره هذا ينبغي أن نتخلص منه حتى نتخلص من الاستعمار. فرسخ هذا في ذهني إلى يوم من أيام سنة 46 أو 47، كنت معلما في هذه القرية أمازيغية، وكان هناك رجل مترجم من أصل سلاوي من هنا يترجم من الفرنسية إلى العربية ومن العربية إلى الفرنسية. وكان هناك في هذه القرية كانت هناك محكمة عرفية أمازيغية تحكم بأحكام أزرف، أزرف هو القانون الأمازيغي. فحينما نزلت بهذه القرية استدعاني لعشاء هذا الترجمان السلاوي، فحضرت هذا العشاء في بيته، وحضر نفس العشاء شيخ وقور أمازيغي من هذه القرية هو رئيس محكمة العرفية. فصار الحديث بينهما وبين الجماعة، خاصة بين الرجلين، كنا ستة أو سبعة في العشاء، صار يدور حول القانون الأمازيغي العرفي الأمازيغي أزرف بالمقارنة مع الشريعة الإسلامية. وأنا أنصت لأنني شاب صغير في عمري 20-21 سنة، أنصت وهما يتكلمان. فقال الترجمان السلاوي يعني المديني العربي، هو عربي، قال يا فلان، هذا رجل أمازيغي الشيخ الأمازيغي يسمى أوسي أحمد، ينبغي لكم أن تتخلصوا من هذه الأحكام العرفية الأمازيغية وأن تتمسكوا بالشريعة الإسلامية بالمرة إلى آخره. فقال هذا الرجل لهذه أول مرة انتبهت إلى أهمية الثقافة الأمازيغية بالمفهوم الشمولي لكلمة ثقافة. قال هذا الرجل يا فلان، يا السي البشير، لأن ذلك الرجل اسمه البشير عواد، السي البشير، نحن، قالها بالدارجة المغربية فيها لكنة أمازيغية، السي البشير، نحن نطبق الشريعة الإسلامية، لكن نطبقها بالعقل. قال كيف تطبقون الشريعة الإسلامية بعقل؟ بكيفية معقولة؟ كيف هذا؟ مثلا، قال مثلا عندنا في العرف الأمثل الأعراف الأمازيغية إذا فقأ رجل في الشريعة الإسلامية، إذا فقأ رجل عين رجل آخر فيكون بين اثنتين، فإن قبل الذي فقئت عينه الدية العين فذاك، ولكن إن لم يقبل تقضي الشريعة بأن تفقأ عين المسؤول الجاني. قال نعم، هذه هي الشريعة الإسلامية. قال نحن أعرافنا لا تقبل هذا. قال لماذا ولماذا؟ قال لأننا عوض أن يكون لنا رجل
واحد أعور تصبح يصبح عندنا في القبيلة رجلان أعوران. قال عجبان، هناك انتبهت جيدا. فأضاف ذلك الرجل وهو واثق بنفسه، فأضاف وأضيف شيئا آخر. قال ماذا؟ نحن لا نحكم بالإعدام. كيف لا تحكمون بالإعدام؟ حتى القاتل لا تحكمون عليه بالإعدام؟ لا نحكم عليه بالإعدام. ولماذا؟ قال ننفيه لمدة 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، حتى يتعظ ويتعقل، وإن تعقل تكسبه تربحه القبيلة ويرجع إلى القبيلة بعد العناء الطويل. إذن كأن الأعراف الأمازيغية ألغت العقاب بالموت بالإعدام قبل الأوروبيين. فرسخ هذا بذهني وصرت أدرس هذه الأعراف الأمازيغية، صرت أدرسها في عمق الإعلام، هذه الثقافة الأمازيغية، لأن هذا جزء من الثقافة وهي الثقافة القانونية. فعثرت على أشياء يعني فاجأتني